بسم الله الرحمن الرحيم. عبر منتديات كلية ينبع صناعية نستكمل سلسلة الدروس عن الكنترول سيستم، واليوم حنأخذ اكزامبلز على البوك دايجرام ريدكشن تكنيك اللي تحدثنا عنها سابقا في ليكتشر 6. في البداية راح نبسط تو ثينجز، راح نبسط هذه لأنها تمثل الكانونيكال فورم، كذلك راح نبسط هذه، فراح تكون الدايجرام بالشكل هذا R of S بوزيتيف هذه حتكون ماذا؟ حتكون J1 على 1 زائدا J1 H1 داخل كذلك الكنوكي الفورم J3 على 1 زائد J3 H2 داخل على سم بوزيتيف زائد بوزيتيف كان داخل بالنيجاتيف. نحن اخذنا اللي هو هذا ال H1 وكان في ممكن تجزئة هذا الى 2 arrows، هذا السم حيكون عندي arrow جاي من ال H1 حيكون عندي arrow جاي من ال H3، هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف، لكن هنا مضمومة في بعض، حتنضرب هذه ال J2 في هنا حتنضرب ال J2 في ال J3 فتكون كالآتي: ال R S داخلة على البوزيتيف نيجاتيف هنا J2 على 1 زائد J2 H1 داخلة على J2 مضروبة في J3 على 1 زائد J3 غير الذي التي ذكرت، وهي ان ال H3 هذه ننقلها من هنا نحطها هنا، عندنا ال J5 كما هي داخلة على سم، بما اني قدمتها من هذه النقطة الى النقطة هذه علي ان ماذا؟ علي ان اضرب في اللي هو البلوك دايجرام هذه، فتنضرب ال H3 في J2 J3 H3 على 1 زائدا J3 H2. الآن بكل سهولة سيتم حل هذه المسألة، سيتم تبسيط هذه وتبسيط هذه، فيكون عندنا ال R of S، اعتبر مثلا هذه K وهذه J، راح يعطينا بلوك دايجرام كأنها كانونيكال الفورم K على 1 زائد K J، فأضعها في الصورة هذه. J1 على 1 زائدا J1 H1 على 1 زائدا J1 مضروبة في J2 في J3 H3 على المقامين مضروبين في بعض 1 زائدا J1 H1 مضروبة في 1 عفوا الآن
البلوك الثاني عبارة عن فورورد باث عندنا أو مسار متقدم يعطيني J2 J3 على 1 زائد J3 H2 زائد J5 رايحة J4 Y+S. تبسيط الآخر R+S ماذا تساوي؟ يكون عشان نبسط المقام حيكون عندنا J1 على 1 زائد J1 H1 على المقام حيكون عندي واحد المقامات نضرب مقام هذا في الواحد نجمع على بسط المقام فيكون عندنا 1 زائد J1 H1 مضروبة في 1 زائد J3 H2 زائد J1 J2 J3 H3 على 1 زائد J1 H1 مضروب في 1 زائد J3 H2 عملية جبرية. هذه كذلك نبسط الحل فيها فيكون عندنا J2 J3 زائدا J5 مضروب في المقام هذا حتى نوحد المقامات المقام حيكون عندنا 1 زائدا J3 H2 J5 مضروب في المقام مضروب في 1 زائد J3 H2 مضروب في J4 نضرب الطرفين نضرب البسط ونضرب المقام في مقام المقام اللي هو هذا فماذا تكون عندنا الصورة هتكون عندنا J1 مضروب في 1 زائد J3 H2 على 1 زائد J1 H1 في 1 زائد الآن هنا حتنضرب J4 J2 J3 زائدا J5 زائدا J3 H2 الأقواس اللي أمامنا الكل مضروب في J4 على المقام 1 بلس J3 H شبه نهائية حينضرب من الاثنين هذا بعض لأنها فورورد باث فكما نلاحظ هذه حتروح مع المقام هذا يبقى عندنا J1 مضروب في J4 مضروب في القوس اللي أمامه J2 J3 زائدا J5 هنا نوزع الضرب بين الاثنين هذه فتعطينا كم 1 زائدا J1 H1 زائدا J3 H2 زائدا
J1 J3 H1 H2 زائدا J1 J2 J3 H3.